جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنه عندما يحمل الميت يقولون بصوت جماعي لا إله إلا الله، ويقال ذلك عدة مرات، وحينئذ يمشون بين مسرع ومتأنن. كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟ رفع الصوت بالذكر مع الجنازة بدعة ولا يجوز، والمطلوب خفض الصوت وعدم الضجيج، وتذكر الموت وتذكر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له، هذا هو المطلوب، والمشي يمشى به حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، لا يسرع به جدا ولا يتباطأ، وإنما يمشى حسب الاستطاعة والطاقة للمشيعين ولا يشق عليهم.